جوابات المخص رفعت الراية واندفاع موفقة لهذه الجياد عمر الأربع سنوات مفتوح الدرجات مسافة الألفين متر الانطلاقة مع رويال كروسيت يبدأ من الخارج مع اندفاع لإمبلم إيجل في المنتصف كذلك كونتانجو يبدأ أيضا في المرتبة الثالثة مع محاولات تقدم لسامارون سفن هيلز أيضا يبدأ في هذا الظهور في المرتبة الثالثة مع ظهور نجم جديد في المرتبة الرابعة هنا كونتانجو في المنتصف بنصف طول في المركز الأول سامارون سفن هيلز يبدأ في المرتبة الثانية يتقدم الآن فيما إمبلم إيجل يبدأ في المرتبة الثالثة مع محاولات دخول متاب مع نجم جديد في المرتبتين الرابعة والخامسة هنا الصدارة لازال التحاذي ما بين كونتانجو سامارون سفن هيلز في المسار الداخلي مع محاولات إمبلم إيجل في المرتبة الثالثة ظهور أيضا موريسكو يبدأ في الظهور من الخارج الآن مع موريسكو مع الفريدي عادل يبدأ في الظهور من الخارج فيما سامارون سفن هيلز في المسار الداخلي في المرتبة الأولى مسافة الألفين بدأت تنقضي هنا يظهر كروسيت باتون المصنف الأعلى يبدأ في المرتبة الثالثة في ظهور كذلك ليجن لاين أيضا في المرتبة الرابعة فيما موريسكو مع سامارون سفن هيلز الصراع يبدأ مراحل الحسم في أخذ المنعطف الأخير اشتداد المنافسة مع ظهور ستاركات يبدأ في المغامرة بالدخول مع موريسكو هنا الأربعمائة متر الفاصلة هنا الصراع هنا ستاركات يبدأ الاندفاع وانتزاع الصدارة ستاركات مع موريسكو صراع يشتد مشاهدين الكرام لمن يذهب ستاركات يتقدم في الميتين هنا دخول إمبلم إيجل أيضا باندفاع ستاركات هل يواصل إمبلم إيجل يأتي إمبلم إيجل يأتي الاندفاع مع ستاركات موريسكو ستاركات وإمبلم إيجل يأتي إذا على خط النهاية هنا التنافس مشاهدين الكرام ينتهي والإثارة لا زالت